السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن توبيك 2 اللي هو Information Systems Overview. التوبيك ده متقسم على محاضرتين. في المحاضرتين بنتكلم عن بعض من المفاهيم اللي هي علاقة بالInformation Systems، وتعتبر المفاهيم دي مدخل لباقي التوبيكس اللي هناخدها على مدار الكورس. في المحاضرة دي هنتكلم عن information concepts، بعض المفاهيم اللي علاقة بالinformation. النقطة اللي بعد كده نتكلم what is an information system، ايه تعريف الinformation system. بعد كده هنتكلم strategic business objectives of information system، اللي هي اهداف الرئيسية لأي information system. بعد كده هنتكلم عن components of information system، اللي هي المكونات الرئيسية الموجودة في اي information system. بعد كده هنتكلم عن Information System in Functional Areas of Business، ايه المناطق المختلفة اللي اقدر استخدم فيها Information System جوه الشركة. واخر حاجة هنتكلم عن امثلة للصناعات اللي بتستخدم Information System. في الاول بقول ايه الفرق بين Data و Information. Data is raw facts and figures، عبارة عن حقائق وارقام. الحقائق والارقام دي ممكن تكون قياسات، events، احداث، transactions، معاملات. الارقام دي بيبقاش ليها معنى لحد ما عملها processing وتتحط في سياق معين. اما الانفورميشن هو data تم تنظيمها، has been organized و processed في سياق معين بحيث انها بقى ليها معنى. يبقى الفرق بين data و information ان الداتا بعملها transformation، برتبهم وعمل شوية processing عشان احصل على information. في السلايد دي بنشرح اكزامبل عشان اوضح الفرق بين الداتا والانفورميشن. فلو عندي سوبر ماركت، الكاشيرز بتاعت السوبر ماركت بتعمل سكاننج لملايين من البيسز اوف داتا من الباركودز. كل كاشير بيعمل سكاننج للباركودز. الباركودز دي للمنتجات اللي اشتراها الكاستمر من السوبر ماركت. البيسز اوف داتا دي بيتعملها تجميع وتحليل علشان احصل على انفورميشن. يبقى انا عندي الانفورميشن سيستم اللي عندي بيجمع الداتا من السوبر ماركت كاشيرز، يبتدي بعد ما يجمع الداتا يبتدي يجمعها ويحللها، فاقدر احصل على انفورميشنز كتيره من الانفورميشن سيستم. مثال، لو مثلا عندي سلاسل من السوبر ماركتس، فلو انا عندي سوبر ماركت مثلا اللي هو في نورث ويست اللي هو رقم كذا، عايز اعرف المنتج الفلاني ده انا بعت منه قد ايه النهارده، او المبيعات بتاعتي كانت كام النهارده. دي نوع من الانفورميشن. نوع تاني من الانفورميشن، انا عايز اعرف مثلا المحل الفلاني ده اني اكتر منتج باعه النهارده، او اني منتج اللي ما اتباعش النهارده، يعني في منتج انا محدش اشتراه النهارده خالص. فدي نوع اخر من الانفورميشن انا ممكن ابقى محتاجها. طب ايه انواع الداتا اللي ممكن اجمعها؟ اول نوع داتا اللي هو الفي نيوميريك داتا، اللي هو عباره عن ارقام، حروف، او اني اذر كاركترز. طيب النوع الثاني اللي هو اوديو داتا، اللي هي ساوندز، نويز، تونز، اصوات عموما. ايمج اللي هي عباره عن داتا على هيئه صور، وفيديو داتا دي اللي هي الداتا على شكل فيديوز. طيب بعد كده انا بقول ان الانفورميشن ده بيعتبر من الموست فاليبل ريسورسز الموجوده عندي في الشركه. الفاليو بتاع الانفورميشن مرتبط جدا ان هي ازاي بتساعد الديسيجن ميكرز ان هو يحقق الاورجنايزيشن جولز. طيب ايه الخواص اللي انا من خلالها اقدر اقول ان الانفورميشن بتاعتي فاليبل؟ اول خاصية اللي هي تكون accessible، اللي هي تكون available للناس authorized. تاني خاصية اللي هي accurate، ان هو ما يكونش فيها اي اخطاء. تكون complete، يعني الانفورميشن دي مبنية على كل الفاكتس المهمة. economical، يعني ان يكون الانفورميشن اللي انا استخلصتها من الداتا دي تكون استخلصتها بتكلفة مناسبة. اللي خاصية بعد كده تكون relevant، ان انا information اللي تحصلت عليها تكون important او مهمة لصانع القرار.
سكيور، ان هي تكون مؤمنه من الاشخاص اللي هم المفروض ما يوصلوش للانفورميشن، تايملي ان هي تكون الانفورميشن دايما محدثه، واخر حاجه فيريفايبل اللي هي ان تكون الانفورميشن اقدر اتوثق منها. اهميه الكاركترستكس او اهميه خاصيه عن خاصيه اخرى بتختلف حسب السيتويشن وحسب الديسيجن ميكر، يعني بتختلف من موقف لموقف اخر او بتختلف من متخذ قرار الى متخذ قرار اخر. اكزامبل بتاع الماركتنج بيبقى اهم حاجه عنده ان يكون عنده تايملي داتا، يعني داتا محدثه او اب تو ديت الداتا. فمثلا لو انا عندي شركه ليها منافسين، فهو بتاع الماركتنج بيهمه ان هو لو في منافس ليه هيعمل تخفيضات، فهو مش مهتم قوي بالاكزاكت ديتيلز او التايمنج بتاع البرايس او بتاع التخفيضات، على قد ما هو يكون عارف عنده معلومه ان المنافس ليه هيعمل تخفيضات بفتره كافيه علشان يحط خطه هيعمل ايه لما المنافس ليه ينزل او يعمل تخفيضات. اكزامبل تاني، الناس اللي بتدير الكومباني اسيتس، زي بتدير الفلوس او بتدير انفنتوري او بتدير او بتبقى مسؤول عن equipments، فبالنسبه لها الخاصيه اللي هي accuracy and completeness بتبقى من اهم خاصيتين بالنسبه لهم عن باقي الخواص. نيجي بعد كده نعرف يعني ايه information system. information system هو set of interrelated components، مجموعه من المكونات المرتبطه ببعضها، that collects or retrieve بتجمع او تسترجع، اللي هو التجميع والاسترجاع ده بيبقى عباره عن هو الانبوت بتاع الانفورميشن سيستم. بعد كده مانيبيوليت اللي هو بتبتدي تعمل شويه معالجات، والمعالجات دي تعتبر هي البروسيسنج بتاع الانفورميشن سيستم. بعد كده ديسيمينيت الانفورميشن اللي هو ده الاوتبوت بتاع الانفورميشن سيستم. الحاجات دي بتعملها تو سبورت او بتساعد في الكوميونيكيشن او الاتصال بين الاشخاص. اوبريشن اداره المكان بتساعد في الاناليسز اوف داتا، فيجواليزيشن للانفورميشن، وبتساعد في الديسيجن ميكنج. بالاضافه ان الانفورميشن سيستم بيساعد في ستورينج الداتا والانفورميشن. السلايد دي بتتكلم عن اكتيفيتيز اوف الانفورميشن سيستم. اي انفورميشن سيستم بيبقى ليه انبوت، يبتدي يجمع الداتا او ريتريف الداتا من الاورجنايزيشن من جوه الشركه او من الاكسترنال انفايرمنت، يبتدي يعمل بروسيسنج للداتا دي، يعمل كلاسيفيكيشن، يعمل ارينجمنت، يعمل كالكوليشن للداتا، فيطلع اوتبوت. الاوتبوت ده عباره عن الانفورميشن اللي انا ببعتها للناس او ببعتها للاكتيفيتيز جوه الشركه. ببتدي اقيم الاوتبوت واحصل على فيدباك، لو في مشاكل ظهرت ابتدي ادرسها عشان اتجنب حدوث هذه المشاكل في المستقبل. الانفورميشن سيستم اللي موجود عندي في الاورجنايزيشن بيتعامل مع الانفايرمنت الخارجي، بيتعامل مع سبلايرز الموردين، بيتعامل مع كاستمرز الزباين، بيتعامل مع الكومبيتيتورز ببتدي اخد منهم معلومات، بيتعامل مع ستيك هولدرز المساهمين، وبيتعامل مع الجهات الحكوميه الخارجيه. السلايد دي بتختصر الاكتيفيتيز اللي انا اتكلمت عنها. زي ما قلنا الانبوت، يعني بعمل كابشرنج للداتا من جوه الاورجنايزيشن او من الانفايرمنت الخارجي، بعمل بروسيسنج للداتا دي عشان احصل على معلومه. الاوتبوت ببتدي اوزع الانفورميشن دي للاشخاص اللي طلبوا الانفورميشن او الاكتيفيتيز جوه الشركه. واخر حاجه قلنا الفيدباك، اللي هو ان ببتدي الاوتبوت اقيمه عشان اصلح اي مشاكل ظهرت واتجنب حدوث المشاكل مره اخرى في المستقبل. نيجي نتكلم بعد كده عن الاستراتيجيك بزنس اوبجكتيفز اوف انفورميشن سيستم. ايه هي الاهداف الرئيسيه لاي انفورميشن سيستم؟ اول اوبجكتيف اللي هو اوبريشنال اكسلنس، ان الانفورميشن سيستم بيساعدني على حصول على هاير ليفلز اوف برودكتيفيتي ان بزنس اوبريشنز، بيساعدني على الحصول على انتاجيه اعلى في العمليات المختلفه اللي عندي جوه الشركه، وخاصة الانتاجية في صناعة المنتجات.
تاني هدف اللي هو الانفورميشن سيستم بيساعدني على ان انا يبقى عندي نيو برودكتس نيو سيرفيسز ونيو بزنس مودلز. ان هو الانفورميشن سيستم بيساعد ان انا يعرفني ايه هي المنتجات اللي انا محتاج اصنعها، ازاي اوزع المنتجات دي او الخدمات دي، ازاي اسوق المنتجات او الخدمات بحيث احقق ارباح عاليه جدا. الهدف الثالث اللي هو ازاي يساعدني على التواصل مع الكاستمرز والسبلايرز بحيث ان انا ازود الريفينيو واقلل التكاليف. الفايده الرابعه ان هو بيساعدني او بيحسن من اتخاذ القرار. الانفورميشن سيستم بيساعد على الحصول على ريل تايم داتا، ان الداتا عندي تكون اب تو ديت ومحدثه عن السوق اللي انا بتعامل معاه. فلما يبقى عندي داتا محدثه او داتا اب تو ديت، فده بيساعدني ان انا اخد القرارات الصحيحه. الاوبجكتيف الاخير اللي هو الكومبيتيتيف ادفانتج اند سرفايفل. كومبيتيتيف ادفانتج لو انا عندي انفورميشن سيستم مميز مش موجود في شركه اخرى، فده يعتبر ميزه اضافيه عندي عن الشركات الاخرى. بالاضافه ان هو لو انفورميشن سيستم عنده فيتشرز مش موجوده عند شركات تانية، فده بيساعدني ان انا احافظ على مستوايا في السوق ويحافظ على مستوايا امام باقي الشركات. طيب ايه هي الكومبوننتس اوف اني انفورميشن سيستم؟ اني انفورميشن سيستم هاز 6 كومبوننتس. اول كومبوننت اللي هو الهاردوير، تاني كومبوننت السوفت وير، ثالث كومبوننت اللي هي النتوركس، رابع كومبوننت الداتابيزز، خامس كومبوننت البيبل او الاشخاص اللي بيستخدموا الانفورميشن سيستم، واخر كومبوننت اللي هو بروسيدورز. الست كومبوننتس دي هنتكلم عنهم في السلايدز اللي جايه. طب يعني ايه هاردوير؟ هاردوير هي الكمبيوترز اللي بتشغل البرامج والداتابيزز اللي هي قواعد البيانات، والكمبيوترز دي هي اللي بتعمل لي البروسيسنج للترانزاكشنز، هي اللي بتعمل لي بروسيسنج للمعاملات، وهي اللي بتعمل لي تحليل للديتا. اي كمبيوتر او هاردوير بيكون من اربع مكونات. اول كومبوننت اللي هو انبوت ديفايس، تاني كومبوننت اللي هو سنترال بروسيسنج يونت، تالت كومبوننت اللي هو اوتبوت ديفايس، واخر كومبوننت اللي هو برايمري اند سكندري ستورج ديفايس. الانبوت ديفايس هو الاكويبمنت او الجهاز اللي بيعمل كابشرنج للديتا والكوماندز اللي هي الاوامر. السنترال بروسيسنج يونت اللي هو اختصاره سي بي يو بيبتدي يعمل سيكونسنج، بيرتب اكسكيوت بينفذ الاوامر اللي بيديها الشخص، ويبتدي يعمل كوردينيشن بينسق بين الديفايسز او الاجهزه المتصله بالهاردوير او الكمبيوتر اللي انا بستخدمه. البرايمري ميموري هو الميموري اللي هو بيموجود جنب السي بي يو، بيخزن الداتا والانستراكشنز اللي بيستخدمها السي بي يو. اما السكندري ستورج هو الاجهزه اللي بتخزن لارج فوليوم اوف داتا لفترات طويله. بالنسبه للاوتبوت ديفايس هو الاجهزه اللي بتوصل الانفورميشن من الكمبيوتر الى الشخص اللي بيستخدم الكمبيوتر. السوفت وير هي البرامج اللي بتستخدم في تشغيل الكمبيوترز والاجهزه المرتبطه بالكمبيوتر. في نوعين من السوفت وير، في سيستمز سوفت وير وفي ابلكيشن سوفت وير. السيستم سوفت وير هي البرامج اللي بيتم تصميمها علشان تشغل الكمبيوتر هاردوير وتشغل النوع الثاني من البرامج اللي هي ابلكيشن بروجرامز. اما الابلكيشن سوفت وير هو البروجرامز اللي بيستخدمها اليوزرز عشان تؤدي تاسك محدده. فيبقى انا عندي السيستم سوفت وير بيبقى هو حاله الوصل بين الهاردوير والابلكيشن سوفت وير. بالنسبه للداتابيز فاقدر اعرف ان الداتابيز هي عباره عن ويل ديزايند organized and carefully managed collection of data. بمعنى اخر، database او قاعده بيانات هو المكان اللي بخزن فيه الداتا.
اي داتا بيز بيبقى محتاج داتا بيز مانجمنت سيستم، لو اختصاره دي بي ام اس، عباره عن سوفت وير. السوفت وير ده بيستخدم تو اكسس اند مانج داتا بيز، بيستخدم للوصول الى الداتا اللي موجوده في قاعده البيانات، وبيستخدم في اداره الداتا بيز، وبيستخدم او بيعتبر هو حاله الوصل بين الداتا بيزز قواعد البيانات اللي عندي في الشركه واليوزرز المستخدمين او other applications programs الموجودة عندي في الشركة. الرسمة دي بتوضح لك زي ما قلت ان الـ database management system بيبقى عبارة عن هو الانترفيس او حالة الوصل بين القواعد البيانات اللي عندي في الشركة والـ application programs اللي عندي في الشركة. والـ application programs دي بتطلع تقارير او reports، الـ reports دي بتوصل لمستخدمين مختلفين جوه الشركة. بالنسبة للنتورك، نتورك is a communications system، هو نظام اتصالات بينشأ لما أوصل two or more devices مع بعض. الـ devices دي زي computer, printer. الرسمة دي بتوضح لك example لنتورك. النتورك دي بيبقى فيها server، السيرفر ده بوصله بـ clients computers عن طريق switches. switches دي بستخدمها عشان أنشئ شبكة داخلية. طيب النتورك دي لو عايز اوصلها بـ other networks زي الانترنت فبوصلها عن طريق الراوتر. الاجزاء المختلفة للنتورك هنشرحها في السلايدز القادمة. اول كومبوننت من النتورك كومبوننتس اللي هو كمبيوترز. في نوعين من الكمبيوترز، في سيرفرز وفي كلاينتس. سيرفرز هي عبارة عن كمبيوترز اللي بتخزن الشيرد فايلز، بتخزن البروجرامز، وبيبقى عليها النتورك اوبريتنج سيستم في الغالب. معنى الشيرد فايلز اللي هي الفايلز اللي بيستخدمها اكتر من شخص جوه الشركه. النوع الثاني من الكمبيوترز اللي هو كلاينتس، اللي هو يوزرز اوف ذا نتورك، مستخدمين النتورك. الكلاينتس دي بتبقى عباره عن كمبيوترز. الكمبيوترز دي بتطلب، بتعمل ريكويست وبتستقبل السيرفيسز من السيرفرز، يعني بتقدم خدمه من السيرفر وتستقبل الخدمه دي من السيرفر. تاني كومبوننت اللي هو نتورك اوبريتنج سيستم اللي هو اختصاره ان او اس. النتورك اوبريتنج سيستم بيعمل راوتينج ومانجنج للكوميونيكيشنز، بيدير الاتصالات الموجوده جوه النتورك، وبيعمل كوردينيشن للنتورك ريسورسز او تنسيق بين الريسورسز الموجوده جوه النتورك. النتورك اوبريتنج سيستم بيبقى موجود على كل كمبيوتر من الكمبيوترز الموجوده جوه النتورك، او غالبا النتورك اوبريتنج سيستم بيبقى موجود على السيرفر اللي هو جوه النتورك. السيرفر ده الموجود جوه النتورك لو اتحط عليه النتورك اوبريتنج سيستم بسميه نتورك اور فايل سيرفر. ثالث كومبوننت اللي هو النتورك انترفيس كارد، اختصاره NIC. كل كمبيوتر او ديفايس كونكتد تو ا نتورك لازم يكون جواه النتورك انترفيس كارد، جهاز او كارت. الكارت ده متركب في الكمبيوتر او ديفايس. الكارت ده بيسمح للكمبيوتر او ديفايس ان هو يبتدي يبعت او يستقبل رسائل من الكمبيوترز الاخرين جوه النتورك. الكومبوننت اللي بعد كده اللي هو التيلي كوميونيكيشن ديفايسز، اللي هي اجهزه الاتصالات. في نوعين من الاجهزه، في سويتش اور هاب او راوتر. السويتش اور هاب ده الجهاز بيبقى عباره عن كونكشن بوينت بين الكمبيوترز، نقطه الاتصال بين الكمبيوترز بينها وبين بعضيها جوه النتورك. اما الراوتر هو الجهاز اللي بيوصل الشبكه الداخليه بتاعت الشركه بكمبيوترز نتوركس اخرين او النتوركس خارجيه، او بيوصل كمبيوتر النتورك الداخلي بالانترنت الخارجي. اخر كومبوننت اللي هو التيلي كوميونيكيشن ميديم. الميديم اللي هو وسيله ربط النتورك كومبوننتس بينها وبين بعضيها. وسيله الربط دي ممكن تكون اسلاك، او انا بوصل اجهزه بينها وبين بعضيها وايرلس. اخر تو كومبوننتس
من الكومبوننتس بتاعت الانفورميشن سيستم اللي هي البيبل والبروسيدورز. البيبل هم الاشخاص اللي بيديروا ويشغلوا ويعملوا بروجرامينج ويحافظوا على الانفورميشن سيستم. اما البروسيدورز هي الاجراءات المتبعه لاستخدام وتشغيل والحفاظ على الانفورميشن سيستم. في السلايد دي بنتكلم ايه الاقسام الرئيسيه الموجوده في الشركه اللي بتستخدم الانفورميشن سيستم. اول قسم اللي هو فاينانس اند اكاونتنج، اللي هو قسم الماليه والحسابات. القسم الثاني الموارد البشريه الهيومن ريسورسز. القسم الثالث مانيفاكتشر اند برودكشن، الانتاج والتصنيع. واخر قسم اللي هو سيلز اند ماركتنج، المبيعات والتسويق. الاربع اقسام دول بيستخدموا الانفورميشن سيستم، وفي المحاضره اللي جايه ان شاء الله هنشوف ايه دور الانفورميشن سيستم في كل قسم من الاقسام الاربعه دي. طب ايه الصناعات او الشركات او الجهات اللي بتستخدم الانفورميشن سيستم؟ غالبا كل الشركات، كل الصناعات، كل الجهات بتستخدم الانفورميشن سيستم عندها، زي الايرلاين شركات الطيران، ترانسبورتيشن شركات النقل والشحن، البانكس البنوك، هيلث كير المستشفيات، الريتيل كومبانيز المحلات عموما والسوبر ماركتس، الباور مانجمنت اند يوتيليتي كومبانيز اللي هو شركات الكهرباء، شركات المياه، شركات الغاز. كل الشركات دي او الصناعات دي او الجهات دي بتستخدم انفورميشن سيستم عندها. شكرا جزيلا ونشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله.